هشرح الحاجات الأساسية اللي بتتحكم في البريكس، الباور اسيستد بريكس، يعني ازاي انا بدوس الرجل بفرامل العربية كلها. طبعا الناس فاهمة ان في فرامل الهيدروليك والكلام ده كله، بس في حاجات تانية بتضاعف لي الفورس اللي انا بدوس عليها والقوة اللي انا بدوس عليها على الدواسة او على البدال بتاع الفرامل، عشان في الاخر تتنقل للكاليبرز او للبريك ديسكس يعني، او للدرام بريكس. اول حاجة هي الميكانيكال ادفانتج. البدال اصلا نفسه بيبقى فيه زي بيفت او مكان مفصله كده، انا بدوس على بدال الفرامل او دواس الفرامل البريك بادل دي بدوس عليها، فبيحصل زي سوينجين كده اكروس او يعني حوالين اباوت البوينت دي اللي هي البيفت بوينت طبعا. وبيبقى في مكان تاني قريب قوي من البيفن بوينت هو اللي بيدوس على الماستر سيلندر في الاخر، او بيخش على البريك بوستر زي ما هنشوف. طيب فازاي بقى السيت اب ده بيكبر لي الفورس؟ هو من شكله كده يعني، انا دلوقتي لو قربت الار 2 دي بقت صغيره قوي، قربت ده هنا وانا بدوس في الاخر خالص، فالفورس اللي فوق دي هتبقى قويه جدا يعني. حتى بالايه يعني، جرب تحط صباعك كده ورا حاجه يعني هنا وتدوس، كل ما تبعد رجلك اكتر او كل ما تقرب صباعك للبيفت بوينت اللي بتتحرك هتلاقي ان الفورس اجمد بكتير. فالديفينيشن او يعني الديريفيشن بتاع الماث بتاعها ان هو التورك اللي هو عزم الدوران اللي بيحصل حوالين البيفت بوينت دي من النقطه دي والنقطه دي هم قد بعض تمام. فالتاو هي ار كروس اف او ار 1 اف اي اللي هي اف انبوت بتاعت الرجل، وار 2 في اف اوتبوت اللي هي رايحه للماستر سلندر او رايحه للفاكيوم بوستر او البريك بوست او البريك سيرفو. ف اف اوتبوت بتساوي ار 1 على ار 2 في اف انبوت، وار 1 على ار 2 دي بنسميها الميكانيكال ادفانتج اللي هي معامل التكبير يعني، بسبب اللي هو الليفرز او الاطوال دي بس تمام. فطبعا كل ما ار 1 تبقى دي اطول بكتير او اكبر بكتير من ار 2، فالريشيو ما بينهم هتبقى كبيره، فهتضاعف لي الفورس بتاعت رجلي قبل اصلا ما نخش على اي نظام هيدروليكي او اي حاجه. الحاجه التانية بقى اللي هو النظم الجديده اللي هو البريك سيرفو، ساعات بيبقى كهرباء ساعات بيبقى هيدروليك ساعات بيبقى فاكيوم، اللي هو بتاع الاسود اللي بيبقى ورا الماستر سلندر ده. ده فكرته بسيطه قوي، ان انا او طول ما المحرك شغال فيه فاكيوم لان هو عمال بيسحب هواء، فهو بيستخدم الفاكيوم ده ان هو يساعدني يعني. عشان كده لو المحرك مقفول دوس على الفرامل كذا مره بلاقي ان هي عماله تنشف كده لحد ما نشفت خالص، لان بيبقى فيه شويه فاكيوم بعد كده بيروح. هي الفكره كلها ببساطه ان انا ما بدوس على دواسه الفرامل، الجزء ده اللي هو البيستون ده اللي بيخش قبل ما يخش الماستر سلندر بيبقى هنا في الفاكيوم بوستر. فكرته ببساطه ان هو بيخلي ايه، بيخلي إيه؟ يعني انت بتدوس في فاكيوم، بعد كده لو مكان فيه فراغ ورحت فاتح فيه خرم كده الهواء هيندفع لجوه بـ 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 يعني بشكل سريع جدا، لان كان في فاكيوم وفي فرق ضغط، فهو بيستخدم الحته دي، فهو بيبني فاكيوم وبعدين اول ما انت تدوس بيفتح الهواء، فالهواء ده يقوم ايه داخل لجوه بسرعه فيساعدك انك تدوس على البيستون ده. فهو الاف اوتبوت بتاع السيرفو اللي هو من هنا بيساوي البي في الاف اوتبوت اللي هو اللي جاي من الناحيه الثانيه اللي هو من الميكانيكال ادفانتج او من البدال يعني، والبي ده بنسموه البوستر جين اللي هو الجين او يعني الايكويفالنت جين اللي بيتضرب في الفورس اللي داخله له عشان يكبرها شويه ويساعدني قبل ما تخش على البيستون بتاع الماستر سلندر. ماستر سلندر ده نظام هيدروليكي بحت اللي هو الباسكالز برينسيبل، ان هو بيقول يعني او باسكال ده اللي هو العالم يعني، ان هو الفورس في الفورس على اريا او بريشر بينتقل بكامله بكل اجزائه من المكان ده للمكان ده لو هو في كلوز سيستم في تو بيستونز ليهم مثلا ديفرنت ارياز او كده. فطبعا الفلويد ترانسميشن كابابيلتيز ما بتبقاش بيرفكت، وبيبقى فيه لوسز في الوولز، وبيبقى لو المكان ده بعيد قوي ولان هم بيبقوا بريك لاينز وخراطيم وكده او مواسير يعني، فبيبقى فيه لوسز شويه. فالديريفيشن بتاعها ان هو البريشر عند البريك بتساوي ايتا، ايتا ده اللي هو transmission efficiency في البي اوتبوت اللي طالع من السيرفو اللي هو البريشر اللي جاي من السيرفو او من الماستر سلندر يعني. طيب فالبريشر هو الفورس على اريا، فالفورس بتاعت البريك اللي رايحه للبريك سواء كان درام او ديسك على الاريا بتاعت البريك بتساوي ايتا في فورس اللي هي اللي داخله الماستر سلندر على الاريا بتاعت الماستر سلندر. فهننظم بس ده شويه، وكده كده الاريا على الاريا اللي هي باي دي سكوير على 4 على باي دي سكوير على 4، فباي على 4 هتتكنسل مع الثانيه، فهتبقى ان هي بضرب ايتا في الاف اللي داخله للنظام الهيدروليكي او الماستر سلندر، هضربها في دي بريك على دي ماستر سلندر التربيع. دي بنسميها الدايمتر ريشيو او الدايمترز ريشيو، والايتا هو البريشر ترانسميشن افيشنسي. في الاخر ان كل ما يبقى الدايمتر بتاع البيستون او بتاع الكاليبر اللي موجود على البريك سواء كان بريك ديسك او لو هو درام بريك يبقى في الدرام في البيستون بتاع الدرام يبقى اكبر بكتير من الدي بتاع الماستر سلندر اللي هي بيبقى فيه علبه الزيت،
ده حي طبعا هقسم ده على ده فهيبقى كبير، وهربعه هيبقى كبير جدا فهيضرب لي الفورس. فاكتر حاجه هنا بتكبر هي الايه الباسكالز ديفايس او النظام الهيدروليكي، لان هو بيكبر لي دي ار سكوير تمام. وطبعا الايتا دي بتقلل لي شويه، الايتا دي بتبقى اقل من او يساوي واحد اللي هي الافشنسي يعني بتاعه انتقال الفلويد، هل انتقال الضغط اسف، هل الضغط بيتنقل بكامله من هنا هنا ولا لا. فالنظره الكامله بقى التوتال بريك جين الاف بريك بتاعتي بتساوي الميكانيكال ادفانتج اللي هو من البدال نفسه في البريك اللي هو البوستر جين، البريك بوستر جين في الايتا. الايتا دي هي الحاجه الوحيده اللي بتقلل، اللي اقل من واحد الباقي كله بيبقى اكبر من واحد. والدي ار اللي هي الدايمترز ريشيو بتاعه الكاليبر او البريك على الماستر سلندر سكوير، وبضربها في الفورس بتاعت رجلي. كل ده عشان في الاخر ايه يعني، كل ده بيتضرب في الاف فوت، ده بيزود وده بيزود ده بيزود، الايتا بتقلل تمام. وفي الاخر طبعا الايتا احسن حاجه تبقى 100% اللي هي واحد يعني، فيبقى ماكسيمم بريك جين هو ميكانيكال ادفانتج في البوستر جين في الدي ار سكوير في الاف. كل ده هيتضرب في الاف فوت يطلع لي الاف بريك اللي هتكلبش او الفورمولا العربيه اللي وزنها اطنان يعني.